الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون. لا زالت ثورة فبراير في تعثر، ولم يتمكن الشعب من نيل حقوقه وبلوغ طموحاته في الحرية والكرامة. كيف لا؟ وقد وضع النظام الدولي وأدواته من الدول الوظيفية عن طريق الثورة المضادة كل العراقيل والعوائق في طريقه، ومن ذلك وضع الشعب بين خيارين، إما حكم العسكر والاستبداد، وإما ما يسمى بالإرهاب. ومن هنا كان المستفيد الأول من نشاط تنظيم الدولة وتحركاته هو الثورة المضادة، بل إن تقاطع المصالح بين الطرفين أصبح ظاهرا واتفاقهم على حرب مكتسبات فبراير. حول تنظيم الدولة وعرقلته لمسيرة ثورة فبراير هو موضوع حلقة حوار المساء، فتابعونا بعد هذا التقرير. ما إن يغيب حتى يعود من جديد، لكنها عودة تزيد المشهد إرباكا وفوضى، وتكون الأفعال مطية لمن كانوا حجر عثرة في نيل الحرية والعيش الكريم. ذاك هو ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، والذي اشتهر باسم داعش، استهداف ضمن هجمات انتقامية منسقة مع مناصرين له، ولكنه انتقاما يروج شرعيته بين أتباعه، وليزيد التغرير بين أفراده على صحة أفعال تنسب للشرع زورا وبهتانا. ومن المفارقات العجيبة التي رآها كثير من المتابعين هي ارتباطه بدمار المدن وتهمة المتواجدين فيها بولائهم لتنظيم. وخير شاهد على ذلك بني غازي ومن قبلها الموصل. وبين التغافل والتجاهل لهزائمه من قبل أحرار الربيع العربي، كما كان في سرت على يد قوات البنيان المرصوص، وهزائمه في سوريا على يد ثوارها، وخروجه من درنة، يأتي التهويل والتبرير في دعم من زعم محاربته وإلصاق أفعاله لمن هو بريء منها. تنظيم حيثما وجد تثار التساؤلات وتكثر الشكوك عمن يقف وراءه ومن يدعمه، وكيف صار شماعة لوأد مشاريع التغيير. أما عن أسباب تمدده وانتشاره، فرآه البعض يرجع لتعثر مسارات التغيير السلمية، ناهيك عن الفراغ الأمني الذي خلفته عهود الاستبداد والقهر وتوظيف الثورة المضادة عبر ماكينة إعلامها في التضليل وخلط الأوراق. في ليبيا تبقى الخصوصية في دحره وعدم تمكنه على أرض الواقع بالصورة التي يحاول أن يصورها إعلام الثورة المضادة، فالكرامة تعقد التحالفات معه وتساهم في مروره في فضاءات تنال طائرتها المدن ومحاربة الأحرار وتجعلها ركاما، بينما تستخدم وهم تواجده لتصفية وملاحقة أحرار فبراير. فهل سيكون تنظيم الدولة بعبعا لإخفاق مشاريع الانقلابات ومبررا لتواجدها، أم سيكون لعنة عليها تطاردها وتصبح مصدر قلق حين غابت المعالجة التي لن تكون إلا عبر المحاجة والردع بالقوة حين يستلزم الأمر، لكن لأجل سلامة وأمن الوطن لعودته لمربع الاستبداد والتيه؟ مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. معي في هذه الحلقة ضيوفي الكرام، الأستاذ طه حديد المتحدث باسم قوة تأمين سرت، والشيخ عبد الوهاب قايد عضو المؤتمر الوطني العام، وسيكون معنا لاحقا الشيخ رياض صاكي الواعظ والخطيب. فباسمكم جميعا نرحب بضيوفي الكرام، وأبدأ بك سيد طه. بداية، لو تحدثنا على الوضع الأمني في سرت، كيف يبدو اليوم؟ نعم، مساء الخير أخي عبد الله، تحية طيبة لك ولكل متابعي قناة التناصح الفضائية. الأوضاع في مدينة سرت هي جيدة جدا، بل تصل إلى الممتازة منذ انتهاء عملية البنيان المرصوص والعمليات القتالية في مدينة سرت. عكفت قوات تأمين وحماية سرت عبر لجنة إرجاع العائلات بعودة العائلات إلى مدينة سرت، وأيضا عودة المؤسسات المدنية
أيضا الجهات الأمنية والمؤسسات، وصدر قرار إنشاء القوة كدعم للأجهزة الأمنية والأجهزة المدنية وعودة الحياة. اليوم بفضل الله ثم بفضل الرجال المتواجدون في مدينة سرت منذ انتهاء عملية بنية المرصوص، الوضع الأمني هو جيد جدا، لا وجود لأي خروقات داخل مدينة سرت. هناك بعض التحركات لتنظيم داعش في الأودية القريبة من مدينة سرت، أحيانا يكون في جنوب سرت وأحيانا أخرى في شرق المدينة، ولكن الوضع الأمني في مدينة سرت هو ممتاز جدا، بتتواجد قوات التأمين وقوات حماية تأمين سرت بالإضافة إلى مديرية أمن سرت والأمن المركزي والأجهزة الأمنية الأخرى، وتبسط سيطرتها على مدينة سرت وضواحيها، ولا وجود لأي خروقات أمنية داخل المدينة. طيب، ما معلوماتكم حول ما ذكر في الأخبار من أن هناك ضربة المؤخرة التي كانت في العقيلة، هل ما هي معلوماتكم بالضبط حول هل وراءها تنظيم داعش؟ هل عندكم فيها بعض المعلومات؟ حسب المعلومات الواردة وحسب حتى ما صدر من صور ما رأيناه أن لتنظيم داعش، وقد قام حتى التنظيم بعمل بيان رسمي يتبنى هذه العملية، والذين نحتسب من قتل منهم على أيدي التنظيم الإرهابي من الشهداء، ونسأل الله أن يرحمهم ويتقبلهم من الشهداء. التنظيم أخي عبد الله ما زال موجود في الصحراء، وحدثت قبل هذه العملية عدة عمليات واستهدافات لبعض البوابات الأمنية في شرق مدينة سرت في جدابية وبوابة 90، أيضا في بوابة كنشيلو في جنوب الجفرة. التنظيم الآن يعمل على بعض الهجمات على بعض البوابات الأمنية ليقول أنه موجود، وشاهدنا حتى في الإصدار الأخير الذي كان عنوان الموت أو موقف الموت لتنظيم داعش، وكان فيه تصوير لبعض العمليات الأخيرة، والتي نعتقد حتى الآن أنه سيكون هناك إصدار، ربما سيكون إصدار جديد سيكون فيه استهدافهم لبوابة العقيلة. ولكن الحمد لله حسب المعلومات التي تحصلنا عليها أن تم ملاحقة هؤلاء الإرهابيين من تنظيم داعش وتم قتلهم ودحرهم في الصحراء. أيضا التنظيم الآن يستخدم الأودية، ربما هناك بعض الأودية داخل الصحراء هي كتمركز له، ومنها ينطلق إلى استهداف عمليات، ولكن حسب نعم تفضل يا سيد طه أكمل، نحن في الاستماع سيد طه. حسب ما نعم أخي عبد الله، حسب ما رأيناه وحسب تحليلاتنا من خروج الفيديو الأخير أو الإصدار الأخير لتنظيم داعش، أنه هناك يستخدم تكنولوجيا، فمما يدل على أنه موجود. لا نعلم، لا أعتقد أن الصحراء يمكنه استخدام بها تكنولوجيا، لأن الصحراء كما يعلم الجميع لا وجود لكهرباء بها، لا وجود لربما الأجهزة الحديثة والمتطورة تستخدمها، فنستغرب ربما هناك خفايا الأماكن التي يتواجد فيها تنظيم داعش، والتي يستطيع أن يرسل هذه المادة التي تم تصويرها ومونتاجها بإنتاج كبير ودقة عالية والجودة عالية كانت في هذا الإصدار الأخير لتنظيم داعش. يعني كانت الآن تضع تساؤل كيف يمكن لهذا التنظيم أن يستعمل التكنولوجيا والتواصل عبرها، وتظن بأنه متواجد قريبا في المدن أو ما شابه ذلك. نعم بالفعل. نعم. أخي عبد الله، هذا تساؤل يتساءله الجميع. نعم. لأن التكنولوجيا التي كانت في الإصدار كانت بتقنية عالية، كانت حتى المونتاج كان بتقنيه الاتش دي، فمما يدل على ان هناك تواجد خفي، الله اعلم اين يتواجد ولكي يرسل هذه الماده ويقوم بعمل مثل طيب. هذه الاصدارات. طيب دعني ايضا انتقل الى ضيف الاخر الشيخ عبد الوهاب قايد، عضو المؤتمر الوطني العام. مرحبا بك شيخ عبد الوهاب. اهلا وسهلا بك شيخ عبد الله، مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام وبضيوفك اجمعين.
أهلا وسهلا بك شيخ عبد الوهاب. يعني برأيك ما هو الدور الذي لعبه تنظيم الدولة في مشروع أو عرقلة مشروع الربيع العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لا أعتقد أن الدور الذي قام به هذا التنظيم الإجرامي خافيا على أحد، خاصة بعد الصورة بعد الفترة الزمنية التي مرت على أعماله وعلى هزيمته في سرت وفي مدن أخرى. فالأمر واضح جدا، هذا التنظيم سواء في ليبيا أو سواء في الدول التي نشأ فيها، مثلا في العراق، في سوريا، في أو في غيرها، يؤتى به وينشط وينمو عندما يراد تحقيق هدف تدمير خصم لم يستطع تشويهه، مثل الثوار، مثل أناس وطنيين أصحاب قضية. عندما يعجز الخصم الأجهزة الاستخباراتية أو غيرها في 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 تشويهه وتبرير قتله، يؤتى بهذا العنصر الإجرامي اللي هو تنظيم داعش، فيقوم بأبشع الأعمال، ثم تضخم هذه الهالة، ثم بعد ذلك يستهدف بكل أريحية. حدث هذا الأمر في بنغازي، حدث هذا الأمر في درنا، حدث هذا الأمر في سرت. يوجد هؤلاء المجرمين بين مجندين وبين مخترقين وبين مجرمين في الأصل، يقومون بهذه الأعمال حتى لا يكون هناك أي مبرر. ما قاموا به في موضوع الربيع العربي صورته واضحة في ليبيا، هذه الثورة التي كانت ناصعة، الثوار مع أخطائهم التي كانوا يقومون بأي بشر كما يقوم الجميع كأي بشر، لكنهم لقوا قبولا في تأمين المدن، لقوا قبولا في حماية صناديق الانتخابات، في الانتقال بالدولة من الدولة العسكرية التي جسمت 40 سنة إلى دولة مدنية متطورة فيها تداول سلمي على السلطة بحماية هؤلاء الثوار المدنيين. هذه الصورة لابد أن تشوه بأيدي أصحاب الثورات المضادة وبأيدي أجهزة المخابرات التي لا تريد للشعوب الحرية، فيؤتى بهذا الدخيل ليطعن. وأنتم رأيتم يعني نعم. ماذا حدث في بنغازي، صورة الثوار شوهت ليلصق، ثم بعد ذلك المجرم حفتر يأتي بهؤلاء الذين قاموا بالدور على أكمل وجه، نعم. بعد أن ألصق جميع الثوار بهم يؤتى بهم ويخرجون بكل أريحية. في درنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ثوارها انكشف من يدعمهم، ما كيف عندما خرج تنظيم داعش من درنا التي يراد أن تهدم، يعني خرج يعني 300 كيلو إلى جدابية إلى سرت، لم يمس بأي شيء رغم من طيران حتى الذي يحلق في الهواء والصحراء الممتدة. فالدور واضح يعني في التأثير على الثورات العربية، قص على ذلك في سوريا، قص على ذلك وأيضا دول أخرى يراد بها في تونس مثلا، في غيرها، يراد حتى يوضع الشعب مثل ما ذكرتم في التقرير بين خيارين، إما أن تبقوا تحت أحذية العسكر وتقول هناك أمن واستقرار ودولة وغيرها والحاكم العسكري يجلدكم بسياطي، أو تكونوا تحت رحمة الإجرام والإرهاب يذبحكم ويقتلكم ببنادق. طيب شيخ عبد الوهاب، هل هو تحالف بين مثل هذا التنظيم المتطرف وبين الثورة المضادة أو تقاطع مصالح؟ وقد شهدنا احنا كيف ان بعض ازلام النظام السابق ايضا انخرطوا من ضمن هذا التنظيم في سرت. هذا السؤال شيخ عبد الله ممكن ان يطرح، بارك الله فيك، في اول الايام وفي اول الاشهر عندما كان هناك شعارات براقه قد يغتر بها الشباب، وقد وايضا اسمه خاصه عند الشعب الليبي شيء غريب، ايش هذا؟ ما هذا الشيء الذي اتى غريبا؟ اما بعد هذه السنوات سنه سنتين ثلاثه اصبح الامر واضح جليا، هؤلاء سواء قلنا يعني أنشأتهم مخابرات، أنشأتهم الثورة المضادة، أنشأتهم الجهات خارجية، إلا أنهم أدوات، أصبحوا أدوات وخناجر في إيطاليا. الآن أكثر مستفيد منهم هو العسكر، هذا في سوريا مشاهد واضح،
في ليبيا مشاهد واضح، أكثر من يستفيد منهم العسكر لأنهم يمهدون لهم الطريق، وأكثر من يتضرر منهم الناس الذين ينشدون الحرية والاستقرار والتداول السلمي والكرامة والألفة، هؤلاء أكثر من يتضرر منهم. لذلك السؤال وجيه، الآن لا مكان مطلقا، لأن في فترة من الفترات يعني يقبل الإنسان أن يقول هناك شباب منهم مغرر به يفهم الدين فهم منحرف يفهم، أما أن يحدث إجماع لعلماء المسلمين قاطبة من مشارق الأرض ومغاربها بكافة توجهاتهم بانحراف هذا الفكر وضلاله وإجرامه وأنه أصبح أداة في يد المجرمين، بعد ذلك يبقى من العبث أن إنسان يقول أن هؤلاء شباب، لا، في هؤلاء مجرمين أدوات، نعم. أدوات يقتلون الناس ليشوهوا الدين أولا ويشوه الثورات العربية. نعم. طيب لعل نسأل أيضا، وقد انضم إلينا الشيخ رياض صاكي الواعظ والخطيب. مرحبا بك شيخ رياض، السلام عليكم. أهلا شيخ عبد الله وبيضوف الكريم. أهلا وسهلا بك شيخ رياض. ربما الشعار الظاهر لتنظيم الدولة هو عودة الخلافة، وهذا هو الذي ينادي به نظام الخلافة. كيف يمكن لمثل هذا الشعار أن يجير ويسخر بأفعال ربما تكون لصالح الثورة المضادة، حتى أن يصل الأمر إلى أن تتقاطع المصالح بين الثورة المضادة وبين هذا التنظيم، في كما رأيناه في سرت ورأيناه في بنغازي كذلك وأيضا درنا. شيخ عبد الله، أنا ربما لم أدرك كثير من الخلطة، لكن الواضح جدا أن ما يتعلق بهذا الفكر الحقيقة له شقين، إذا كان يعني استطعنا أن نشخص هذا الأمر. نقول فعلا ربما هناك يعني صناعات مخابراتية لهذا الفكر، وربما ذكرت حتى في لقاءات ماضية نموذج يعني الباطنية في التاريخ الإسلامي، التشيع الذي نشأ في بداية يعني أو في نهاية الخلافة الراشدة، نشأ نتيجة يعني زراعة فكر معين وعقيدة معينة استعملت يعني محاربة الإسلام والمسلمين، واستمر هذا الفكر إلى اليوم خنجر في 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 ظهر الأمة. يعني وكل يعني العلماء يكادوا يجمعوا على أن أصل هذا الفكر هو عبد الله بن سبأ اليهودي، وأن يعني التوطئة له والتجهيز كان عن طريقه وبوسائله ودعوته. ونحن نتكلم على وقت لم تكن هناك يعني أجهزة استخباراتية واضحة أو مؤسسات تعمل في هذا الاتجاه. ولا شك أن هذا المنشأ يعني إذا ثبت لدينا، وأعتقد أنه الآن لا يخالف فيه يعني أحد أن فيه جزء من هذا الفكر هو جزء مخابراتي، بالتالي لا شك أنه سيلتقي مع الثورة المضادة في أن يرفع هذا الشعار من أجل أن يعني يشوش على نماذج الثورات التي قامت وعلى صحوة الشعوب التي حاولت أن تغير، لتشوش على هذا المسار وتكون سببا في انقطاعي وفي التشويش عليه وفي تشويهه أمام الناس. وربما لاحظنا هذا ربما بشكل جلي وواضح جدا في العراق، يعني عندما بدأ الحراك السني في العراق وبدأ يقوى الحراك السلمي والمظاهرات، وأصبح فعلا هناك نوع من الفضح لمنظومة النظام العراقي وحتى الجهة الجانب الطائفي في هذه القضية، ظهر لنا تنظيم الدولة بذاك المظهر اللي نستطيع أن نقول الهوليودي في الحقيقة. المرحلة التي اجتاح فيها كل العراق وحاول المسيطر عليها، وبدأت من ذلك الوقت شماعة تنظيم الدولة بشكل واضح جدا ومعلن. فإذا كما أشارت أنه الجزء هذا موجود، فلا شك أن هذا الشعار سيستعمل، ستستعمله الثورة المضادة. الشق الآخر في الحقيقة وهو الانحراف الفكري، ولعلك الشيخ عبد الله يعني عاصرت كثير من النماذج الفكرية التي يعني شوشت على الفكر الإسلامي العام، خاصة الآن بنقول يعني كما نرى أنه فيه نوع من التضييق على ما يسميه البعض الإسلام السياسي أو الإسلام الذي يصارع المنظومات الاستبدادية،
فأفضل ما يمكن أن يستعمل لحرب هذا هو نوعيات من الشباب ربما تقل تجربتهم ويقل علمهم ويزيد نوع من جرعة التعصب لديهم وربما حتى نوع من الولاء والبراء يعني الغير مكتمل الصورة لديهم. فبالتالي لا شك أن هذا يسبب في الوصول إلى هذه النتيجة بكل تأكيد يعني. طيب بمعنى أنه سيستعمل شعار الخلافة أيضا لمحاربة النماذج الخائنة حتى ما يعرف الإسلام السياسي من أجل أنه إذن يا شيخ رياض هل نستطيع أن نقول أن هذا الفكر المنحرف المتطرف يراد له الظهور والبروز بحيث يكون هو واجهة ما يسمى بين قوسين الإسلام السياسي، بالتالي يشوه جميع من يرفع شعار تطبيق الشريعة أو المطالب يطالب بحرية أو ما إلى ذلك، فبالتالي يمكن تشويه الخصم. الآن ربما أوضح مثال حتى من ما حدث في ليبيا، ما حدث في الموصل، مدينة الموصل العراقية، كيف انسحب جيش المالكي وتركها لهذا التنظيم مدة أكثر من سنة. زي ما ذكرنا أستاذي، لا شك أنه يستعمل يعني غياب الوعي السياسي لدى البعض وعدم معرفتهم بما يحاك لهم، وأيضا زي ما قلنا الجرعة الفكرية اللي التي تعطى من الولاء والبراء ثم إيجاد قيادات أو رؤوس ثم هذه الأشياء كلها لا شك أنها تساهم بشكل واضح وبين في يعني دعم الثورات المضادة وأن يصنع من هؤلاء بعبع حقيقي لمحاربة الإسلام في عامته. الآن يعني سامحني أستاذ الشيخ عبد الله، النماذج المنحرفة في الدين كثيرة، يعني تنظيم الدولة نموذج، نحن ربما سنعود لنماذج أخرى شيخ رياض، سنعود إلى هذه النماذج الأخرى في نشير إليها، لكن دعني أعود إلى السيد طه حديد. ربما يعني برأيك سيد طه، وأنتم الآن مررتم بهذه التجربة عيانا وعالجتم هذا الانحراف أمامكم في سرت، هل برأيك هناك دعم خارجي وربما قد يكون من بعض الأطراف الداخلية أيضا يساعد التنظيم على لملمة صفوفه والعودة من جديد؟ حقيقة أخي عبد الله ولا وجود لمعلومات مؤكدة، ولكن كما ذكرت لك كل هذه التجهيزات التي كانت بحوزة تنظيم داعش حتى في الإصدارات الأخيرة التي صدرت تنظيم داعش هي السيارات، منها سيارات حديثة، أيضا الأسلحة التي يستخدمونها، هناك دليل واضح على أن هناك دعم يصل لتنظيم داعش، ولكن كيف ومتى وأين ومن يوصل لهم هذه التجهيزات او ربما هذا دعم حقيقه لا نعلم. بخصوص بخصوص التموين والوقود فهذه تاتينا العديد من المعلومات عن عمل من الاستيقافات ياخذون منها تاوى ليقوموا باخذ تموين وبنزين، ولكن الغريب في الامر والمريب هو تمكنهم من الاجهزه الالكترونيه كما ذكرت الحديثة، والتي ربما أنا تساؤل من يطرحه الجميع ونريد له إجابة ولم نجد له إجابة شافية إلى حد هذه اللحظة. كل الأماكن التي لاحقنا فيها تنظيم داعش هي كانت في الصحراء، كانت عبارة عن ما يشبه الكهوف أو ربما العرائش في داخل الصحراء، ولكن لم نجد اي شيء من الاجهزه المتطوره او ما يدل على استخدام الاجهزه المتطوره داخل الصحراء، مما يدل على انهم ربما الصحراء يستخدمونها كمعسكر، ولكن هناك نقاط اخرى يستخدمونها ليقوموا بها بايصال هذه المعلومات او الماده التي يقومون بتصويرها وانتاجها. طيب ابقى معي سيد طه وكذلك ضيوفي الكرام، نستدعيكم في هذا الفاصل ايها الاخوه المشاهدون، فاصل قصير ثم نعود اليكم. تحية للثوار الأحرار من جميع ربوع ليبيا، تحية خاصة للثوار من غازي ربي يحفظهم. حربنا مستمرة ضد الدواعش وضد الانقلابيين. يا رب العالمين
طالب مولايا ابن ام شخطوه يروح جبال ونديرو ندوه في اي دادا اشرب القهوه. مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون. أعود إليك الشيخ عبد الوهاب، يلاحظ بأن هذا التنظيم لم يجد له حاضنة شعبية في ليبيا، وأيضا قل زخمه بشكل كبير جدا خاصة بعد حرب سرت. فيعني برأيك هل يمكن أن يعود من جديد ويجد له مكانا ينطلق منه كما كان في سرت؟ نعم شيخ عبد الوهاب. على احد ان نعم شيخ عبد الله انا اتابعك. نعم تفضل. ابتداء لا يخالف احد ان طبيعه الشعب الليبي طبيعه منافيه لطبيعه العقليه والتفكير والذي ينتمي اليه هذا التنظيم. الشعب الليبي شعب معتدل هادي بعيد عن حتى التعصب الديني، غير ذلك واضح جدا في هذه الطبيعة. لكن وجود هذا التنظيم أو الضربة التي تحصل عليها في سرت وفي درنا قبل ذلك طرده إلى سرت وغير ذلك، لا شك أنها يعني أتت يعني أصابته إصابة كبيرة جدا. عودته مرة أخرى هذا مرهون على تخطيط الذين يسيرونه. أنا هذا الذي أصبح الآن شيء بديهي طبيعي. هذا التنظيم لا يستطيع بمفرده أن ينمو مرة أخرى نموا طبيعيا في داخل ليبيا إلا أن يكون الذين خلفه يدعمونه بالمال وبالتخطيط وبالأجهزة. لذلك ضيفك الأخ طه من الطبيعي أن يستغرب، يعني من أين الناس تعيش في الصحراء، من أين لها هذه الأجهزة، من أين لها هذا الدعم، من أين له هذا الأمر؟ إذا كان بمفرده من المستحيل أن ينشأ هذه النشأة من جديد، ولكن أن يكون له الداعمون كالعسكر أو أتباع الثورة المضادة أو الذين يهيئون أو الذين لهم مصلحة في التستر على أعمالهم. الكثير من التوجهات المنحرفة لها المصلحة في التستر على أعمال وجرائم تقوم بها فتنسبها إلى هذا، فكلما قام هذا التنظيم بعمل معين استفادوا في هذا الهامش. أما الطبيعة العامة فمستحيل أن ينشأ فيها أو يعود بقوته بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ رياض، هل ترى بأن وقد ذكرت الآن الأسلوب من التاريخ الإسلامي وجود مثل هذا الأسلوب لأعداء الإسلام بأن يستخدموا بعض الفرق الضالة أو الباطنية لضرب الخلافة الإسلامية؟ قديما كان هذا الأسلوب، والآن ضربت قارنته بما يحدث اليوم. هل ترى بمثل هذا الأفكار المتطرفة سواء كان تنظيم داعش أو غيرها مثل المداخلة هي أيضا من الأدوات التي تستعمل لتمكين الاستبداد لضرب الثورات المشروع الربيع العربي؟ عبد الله لعلك تسئل سؤال لاني لم اسمع سؤال جيدا. طيب ذكرت لك بان هل ان هذا الاسلوب وهو استعمال الافكار المتطرفه وهذه مثل هذه التنظيمات لضرب الثورات العربيه وضرب طموحات الشعوب مثل الان تنظيم داعش وكذلك ايضا تنظيم المداخله؟ والله يا شيخ عبد الله زي ما يعني كما اشرت في بدايه حديثي، الموضوع زي ما قلت لك هو ليه شقين في الحقيقه، شخص يعني استخباراتي لا شك فيه، وشخص اخر هو فكري يقوم في الحقيقه من بعض مسائل فهم خاطئ لمسائل الاسلام. وفي الحالين الاطراف التي يهمها هدم طرح الاسلام عموما وما يتعلق بتجربه اليوم الربيع العربي تستعمل الطرفين. انا الحقيقه الان في
يعني من فترة انصاف الخطر علي يعني لنا من التاريخ الإسلامي. نحن الآن أنت سألتني في المرة الأولى على مثل شعار الخلافة. نعم. تذكرت كلمة علي رضي الله عنه لما قال حق، يعني كلمة حق أريد بها باطل. الخوارج لما خرجوا على علي قالوا لا حكم إلا لله. مسألة أن الحكم لله هذا شيء يعني حكم إلهي ويا رب يعني شيء ثابت من توابت الشريعة أن الحكم فعلا هو لله. لكن الاستعمال الخاطئ لهذا الشعار هو الذي يعني ولد هذا الفكر المنحرف. الفهم الخاطئ ايضا لهذه الفكره او لهذا المبدا او لهذا الثابت من ثوابت الشريعه جعل هذا النموذج منحرف. كذلك يعني ما يتعلق تنظيم الدوله رفعا لشعار الخلافه، قد يكون هناك من هو صادق في تبني لهذا الشعار، لكنه شعار حق استعمل استعمالا خاطئا فاصبح التعامل معه كالاراده للباطل. يعني نعم. العلماء يذكرون الخوارج كان فيهم صدق وكان فيهم عباده وكان فيهم حرص على الخير، لكن بدليلهم لما منظروا كثير منهم رجع او رجع منهم عدد لا باس به على الاقل. نعم. لكن الاشكاليه انه اليوم الجهات التي تعمل على هدم يعني المسيره او محاوله التشويش على ان تقوم الدول بنماذج يعني يصلح من احوالها تستعمل يعني الساده كما تستعمل المؤدل كما تستعمل من يعني تجنده تجنيدا صريحا كما تستعمل الفرص الموجوده كما تستعمل جهل الشعوب كما كل هذه الاشياء توظفها توظيفا واحدا من اجل ان هي تصل الى مساله الى قضيتين. القضيه الاولى التشويه العام لمفهوم الدين ولتيار ما يعرف الاسلام السياسي، الجانب الاخر افشال يعني تجارب الثورات لتقنع الشعوب ان الاسلوب الامثل لحكمها هو حكم العسكر او حكم الاستبداد، وان مطلب الحريه يقابله الخوف ويقابله الخطف ويقابله القتل ويقابله قله الحسيب ويقابله اذا لابد ان ترضى بالاستبداد من اجل ان تامن على نفسك وعلى بيتك وعلى رزقك، وايضا يعني اسلوب صناعه الازمات ودعمه. فعندما تتعامل مع منظومات تخطط فانها ستستعمل كل العوامل الموجوده من اجل ان توصل رسالتين، الرساله الاولى ان من يمثلون الدين في الحقيقه هم اناس يتاجرون بالدين، ليس لهم هم الا ان يحكموا، واذا حكموا فانظروا النموذج الذي سيحكمون به قطع الرؤوس وقطع الايدي كما فعل تنظيم الدوله، او الغلاظة والفظاظة والتسلط كما هو في الفكر المدخلي والإقصاء الآخر في الفكرين في الحقيقة، أو الجانب الآخر اللي هو مثلا لا بديل عن الاستبداد إلا الفوضى والقتل والإرهاب. نعم. طيب أعود هناك حل وسط أو شيء يمكن أن تتمناه الشعوب وتعمل له. ويبقى إذن هو أداة من أدوات الثورة المضادة، ولكن تختلف فقط الأساليب من سواء فكر متطرف أو عمالة صريحة. نعود إلى السيد طه حديد. ربما سيد طه يعني وأنتم في سرت كيف تبدو استعدادات قوة حماية سرت لأي هزمات متوقعة لتنظيم الدولة؟ انقطع الاتصال معه. طيب نعود إلى من جديد إلى الشيخ عبد الوهاب. الشيخ عبد الوهاب لو أسألك عن هل الآن تطلع الشعوب للحرية والكرامة ولو أيضا رفع تطبيق الشريعة وهي الحرية والكرامة من جزء من الشريعة أيضا، هل هذا التطلع وهذه المطالب مخالفة لمبادئ الشريعة الإسلامية أو لأحكام الشريعة الإسلامية؟ سبحان الله، يعني نعم. كيف يكون هذا يعني، وهل جاءت الشريعة الإسلامية إلا لأجل تحرير الإنسان تحريرا؟ طيب شيخ عبد الوهاب نعم. لو نصوغ السؤال في موضوع الحلقة، نقول هل هي هذه المطالب تخالف وتضاد مطلب الخلافة الإسلامية التي الشعار الذي يرفعه تنظيم داعش؟ هو مثل ما تفضل يعني الشيخ رياض. نعم. يعني هناك واحد من أسباب دعم هذا التنظيم الإجرامي من طرف الثورات المضادة ومن طرف الذين لا يريدون حرية الشعوب، واحد من أكبر الأسباب تشويه المصطلحات الإسلامية الثابتة
في الشريعة الإسلامية، مصطلح الدولة الإسلامية، مصطلح الخلافة الإسلامية، الأحكام الشريعة التي وردت في القرآن من الحدود ومن غيرها التي استقرت في قلوب المسلمين والتي كثير منها من المعلوم من الدين بالضرورة. عندما أتي بهذا التنظيم الإجرامي أو جند هذا التنظيم الإجرامي، واحد من أكبر الأسباب فيه أن تشوه هذه المصطلحات، يعني بحيث تكون يعني هذه الصورة التي في أذهان المسلمين عن التاريخ المجيد، تاريخ الخلفاء الراشدين، تاريخ الخلافة الأموية، تاريخ الخلافة العباسية، تاريخ غيرها، الدول الإسلامية غيرها، هذه يراد بها أن تشوه هذه الصورة بأي هؤلاء المسلمين الذين يصورونها تصويرا مشوها وغير ذلك. أما مسألة هل هذه الأشياء من أحكام الشريعة أو هل هي تخالف الشريعة؟ أبدا مطلقا، يعني الشريعة الإسلامية واحد من أو من أكبر المبادئ التي جاءت بها هي تحرير الإنسان من ربقة أي عبودية للبشر، سواء عبودية البشر، سواء عبودية الحجر، أي عبودية لغير الله سبحانه وتعالى. عمر بن الخطاب عندما يقول متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ما عاشت الشعوب الحرية الحقيقية إلا في ظل الشريعة الإسلامية التي تحرر القلوب والعقول والأجسام. لذلك التشويه الآن الموجود، التشويه من ينادي من المسلمين، من ينادي بعدم التفريق بين الحياة المدنية والحياة حياة الكرامة والحقوق، حقوق الإنسان وغيرها، وبين الشريعة الإسلامية لا يوجد أي فاصل. هذا عدم التفريق وهذا المزج يراد أن يفصل فيه، فإما أن تكونوا في يصور هكذا، إما أن تكونوا في دولة يقال أنها مدنية ولا علاقة لها بالدين مطلقا هكذا يصور، أو تكون تحت صورة مثل الصورة التي يطبقها هذا التنظيم. وهذا الخلط يعني لا شك أنه خاطئ جدا، وهذا باتفاق أو بقول جميع علماء الأرض الذين ينتقدون هذا التنظيم الذي لا يوجد فيه عالم واحد يقول بقوله. نعم. طيب أعود، قد عاد إلينا سيد طه حديد. سيد طه، كنت سألتك عن كيف هي استعدادات قوة حماية سرت لصد أي هجمات متوقعة لهذا التنظيم؟ نعم، هي قوة حماية تأمين سرت حقيقة كانت تسير العديد الدوريات، هي ليست كانت كما نقول احنا تستنى في هجوم من داعش، بل كانت هي من تحاول ان تلاحق داعش، وتتمنى كانت تتمنى ان تتحصل على اي مخبأ من مخابئ داعش وتكون مواجهه حقيقيه مع تنظيم داعش في الصحراء للقضاء عليهم. هناك العشرات لم اقل المئات من الدوريات التي كانت في الصحراء، ولكن في الفتره الاخيره مع انعدام الامكانيات والتجهيزات الخاصه بدخول الصحراء، والآن كما يعلم الجميع مع ارتفاع درجة الحرارة في الصحراء هناك تبد من تجهيزات جديدة مثل إطارات السيارات وما إلى ذلك من التجهيزات التي حقيقة لم تصرف إلى قوة حماية سرت ولم تؤتى إلى قوة حماية سرت بأي من هذه التجهيزات التي تساعدنا أو تسهم في دخول الصحراء والحد من هجوم تنظيم داعش. للأسف الأماكن التي كانت تذهب إليها قوات حماية تأمين سرت بشكل أسبوعي ودوريات مستمرة الآن هي استخدمها تنظيم داعش. تنظيم داعش الآن اقترب شيئا فشيئا من الطريق الساحلي، كان منذ فترة كان يبعد حوالي 300 أو 400 كيلومتر داخل الصحراء، المسافات التي كانت يقطعها في بعض الدوريات قطعت أكثر من 500 كيلومتر و 700 كيلومتر داخل الصحراء من قوة حماية وتأمين سرت، ولكن الآن لم تعد هناك العديد من الدوريات بسبب كما قلت لك نقص هذه الإمكانيات، ولكن في حال لقدر الله حدوث أي هجوم من تنظيم داعش
فقوات حماية أمير سرت هي جاهزة على نعم. ومستعدة طيب على مدار 24 ساعة. كنت سأسألك يا أستاذ نعم. طه، كنت سأسألك عن هذا الدعم وكيف هو الدعم الذي يصلكم، هل قدمتم طلبات وعينتم ما هي أنواع الإمكانيات التي تريدونها للجهات المسؤولة ولم تحصل على رد أم ماذا؟ نعم، كانت هناك العديد من الكتابات والخطابات الموجهة لوزارة الدفاع والمجلس الرئاسي باعتبار أن القوة هي في هيكلية تتبع لوزارة الدفاع، ولكن منذ أشهر ووزير الدفاع بحكومة الوفاق موقف، ونتفاجأ اليوم بإعفائه من مهامه. لا نعلم إذا كان سيكلف وزير دفاع آخر أم لا، ولكن الفراغ أو الفجوة التي حصلت في وزارة الدفاع التي كانت من المفترض أن تكون هي الداعم الرئيسي لقوة حماية وتأمين سرت ومدنا بهذه التجهيزات التي طلبنا بها، ومؤخرا كان حتى هناك لقاء مع السيد آمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبد الله النعاس مع رفقة اللواء محمد الحداد، واجتمعوا بالسيد فايز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، وهناك العديد حقيقة من الوعود بتوفير المعدات والتجهيزات، ولكن ما أؤكده أنه كانت هناك العديد من المطالبات مفصلة بما تحتاجه القوة لتتمكن من دخول الصحراء وتأدية المهام. مهام قوة من سرت التي كانت داخل مدينة سرت هي نجحت بامتياز، والدليل على ذلك هو ما تعيشه مدينة سرت من استقرار وأمن نعم. وأمان، عودة المؤسسات والتي كانت هي أحد ركائز قوة تأمين سرت، الكل يشهد بذلك، ولكن أصبح هناك خلل بسيط في ملاحقة فلول داعش في الصحراء والتي لا طيب فقط أي شيء نعم. من التجهيزات الخاصة نعم. واضح سيد طه. ربما أعود إلى أو أختم مع الشيخ رياض صاكي، أريد منك شيخ رياض التعليق حول تلك المكالمة التي المسربة لمحمود المصراتي وحول علاقته ببعض فلول تنظيم الدولة في جنوب بني وليد، وكيف كان التنسيق ربما بينه وبين أحد المتصلين معه من أتباع الكرامة، كيف تعلق؟ هذا الأمر مسألة التنسيق بين الكرامة وداعش يعني تكرر في أحداث بنغازي بالبرعفي أو غير البرعفي، يعني أثناء ذكرت تلك الفترة لشخصيات تم التنسيق بينها وبين الكرامة في انسحاب تنظيم داعش من تلك المناطق. ما حدث في درنة وخروج ذلك التنظيم من درنة ووصوله إلى سرت أيضا قضي واضح في قضية التنسيق بين الكرامة، خاصة أن الطيران كان موجود في تلك الفترة يستطيع أن يضرب مثل هذه الأرسال على هذه المسافات الطويلة المكشوفة بالحقيقة. فمسألة أنه محمود المصراتي أو المرسلي أو خلتان تصدر منه مكالمة هو تحصيل حاصل، لأنه يعني الكرامة هي مشروع من مشاريع الثورة المضادة، وداعش هو مشروع من مشاريع الثورة المضادة، فبالتالي لابد أن يقع بينهم التنسيق في مرحلة من مراحل العمل، بل ربما من بدايات العمل إلى نهاياته، يعني الأمر ليس بمستغرب. بل ربما أزيدك من الشعر بيتا كما يقال، هناك من يرى أنه حتى هذه الأحداث المصطنعة اليوم هي في الحقيقة مرحلة للتنسيق مع الكرامة، يعني وجود داعش اليوم في بالقرب من سرت أو في العقيلة أو في غيرها هو فقط ربما إيجاد حلقة وصل بين الكرامة وبين أطراف ربما من مناطق الغرب من أجل تخفيف حدة الخلاف والوصول إلى يعني توافقات عسكرية على الأقل معينة، وهذا يخدم مشروع الثورة المضادة في مجمله نعم. وخاصة مع ربما الصراع الفرنسي الإيطالي اليوم، وربما صار الاتهام التي تشار إلى الاستخبارات الفرنسية التي استعملت نماذج تنظيم داعش من ثورة التحرير الجزائرية الأولى نعم. عندما اخترقت الثورة الجزائرية
يعني من داخلها واستعملت نفس الأسلوب في أحداث التسعينات، ومن عاصر تلك الأحداث ذكر أنه الأسلوب الذي استعملته يعني الجية في تلك الفترة هو ذات الأسلوب الذي استعملته فرنسا في حرب التحرير خطوة بخطوة حتى في المسميات وفي المراحل. فأن تستعمل مخابرات فرنسية اليوم داعش أو تخترق هذا التيار من أجل يعني ضرب الثورات المضادة ومن أجل ضرب الإسلام السياسي ومن أجل ضرب ميل الناس أصلا للأحكام الشرعية، للأسف النتيجة كانت في الجزائر مؤسفة. أنه يعني يرصدون رئيسا أقرص يعني رئيس عاجز مع تقديرنا لأهل الجزائر وليسمحوا لنا بهذه العبارة فقط حتى لا يكون البديل مشروع آخر. يعني نشكرك الشيخ رياض الساكي الخطيب والواعظ، وأيضا نشكر الشيخ عبد الوهاب قائد عضو المؤتمر الوطني العام، وكذلك نشكر السيد طه حديد الناطق باسم قوة تأمين سرت. نشكركم جميعا على هذه المشاركة، كما نشكركم يا أخو مشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.